هذا السائل محمد عباد، سوداني ومقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: أرجو التكرم من الشيخ صالح الفوزان بالإجابة على أسئلتي. وسؤالي الأول يقول: ما حكم الناس الذين يعتقدون ويقولون بأن الله موجود في كل مكان؟ نرجو الأدلة في ذلك والشرح، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والفطرة وإجماع أهل العلم على أن الله في العلو. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على العلو. حتى قال بعض العلماء: إن الأدلة على علو الله على خلقه بلغت 1000 دليل. الشيخ الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله كتاب مستقل في العلو اسمه العلو للعلي الغفار، أورد فيه الأدلة وإجماع أهل العلم. والفطر، الداعي ولو كان عاميا أو بدويا لم يقرأ الكتب، إذا أراد أن يدعو يرفع طرفه إلى السماء، يتوجه إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، هذه فطرة، فطرة من الله سبحانه وتعالى. ولما أراد رجل أن يعتق جارية له أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر. وصفها بالإيمان لما اعتقدت أن الله جل وعلا في السماء. والذي يقول أن الله في كل مكان هذا كافر، لأن هذا مذهب الحلولية، لأنه جحد علو الله على خلقه وخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فهو كافر. وثانيا أنه لم ينزه الله عن محلات القاذورات، إذا قال في كل مكان هذا يشمل الحشوش تعالى الله عن ذلك، يشمل محلات القذرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستو على عرشه بائن من خلقه، والذي يقول غير هذا ضال وكافر بالله عز وجل. نعم.